السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي من خلال الموقع دوت تقدر تصمم موقع خاص بيك وعادي يكون باللغة العربية، وهتستعين بشات جي بي تي بسهولة جدا تقدر تعمل الموقع بتاعك. وفي نسخة مجانية ونسخة أقوى بفلوس، وفي قوالب، والمجاني بيديك 3 صفحات إضافية، وتقدر إن أنت بعد كده تغير دومين وتخليه موقع مستقل. تقدر تعدل على الموقع وتغير الصور زي ما أنت عايز، ممكن تصمم مواقع كتيرة مش موقع واحد. فالموضوع سهل جدا، وفي فري هوت، وفي اللي هو بفلوس اللي هو 12 دولار في الشهر. طيب انا هقول له ان انا عايز اللي هو الفري، فهعمل لوج ان. تقدر تعمله بقى من خلال جوجل او فيسبوك او جيت هاب. بعد كده تقدر تكتب اسم الشركة بتاعتك، وبعد كده تقدر تحط بقى الايكون بتاعتك. يعني هي خطوات بسيطة بتمشي عليها تلاقي عندك الموقع بتاع الجهاز، مثلا بالعربية، وتقول له كرييت. وشات جي بي تي شغال معاك في الخلفية، يبدأ ان هو يساعدك، ولو في اي مشاكل يبدأ ان هو يصلحها. تقول له بقى كرييت ويب سايت، وتقدر تخلي اكتر من حد شغال معاك في نفس الوقت. بيديك هنا كذا تمبليت تقدر تختار منه. بيقول لك بقى الستايل اللي انت عايزه، الالوان اللي انت عايزها، التكست ستايل، البوتون ستايل، وبعد كده تقول له نيكست. يبدأ بقى تكتب المحتوى والتارجت اديونس، هو يبدأ ان هو يكتب لك. تقدر تستعين بشات جي بي تي 3.5 مجاني، او شات جي بي تي 4 وده هيبقى بفلوس، فتقدر تختار اي واحد فيهم. البيزنس ديتيل، اكتب بقى الحاجات بتاعتك. طبعا بتديله معلومات كتيرة حقيقية عشان يبدأ يعمل لك حاجة مخصصة ليك. انا ممكن انسخها من الموقع عادي مفيش مشكله. يبدا بقى هو يكتب لك الكلام اللي المفروض ان هو يكتب هنا، ويسمحك بالتعديل ان هو بيعمل لك. يعني انت عايز تعمل موقع مثلا عن مصر، فهو يبدا ان هو يبدا يعمل لك موقع مصري. انا مثلا راح قايل لي ايه ديسكفر ذا باور اوف بيم اريبي اوبن سورس، تمام، فمفيش اي مشكله خالص، تمام. وتقدر انت بقى تتكلم معاه وتدردش معاه، تصور اللي انت عايزه بالشكل ده. هو زي ما انت شايف كتب لك كلام كتير جدا، وعمل لك كل الحاجات اللي متعلقة بالموقع بتاعك. خلصت كده هتقول له بقى نيكست، ومبروك الموقع بتاعك. عملنا موقع بالذكاء الاصطناعي. فبيقول لك بقى الصفحات هي، وتقدر ان انت تعمل 3 صفحات اباوت اس او كونتاكت اس او اي حاجة من الحاجات دي. ليك 3 صفحات مجانية. وزي ما انت شايف التعديل البسيط، تقف على الحاجة تعدل الصورة، تقف على الكتابة تعدل الكتابة، وهكذا. بيبدأ يديك بقى معلومات ازاي تعدل. تقدر تقول له نيكست نيكست نيكست، تبدأ تتعلم كل حاجة. تقف هنا يبدأ بيديك بقى ان انت تكتب الكلام اللي انت عايزه. تقف على الصورة يبدأ يديك ان انت تعمل ريبليس الصورة. وهنا هتلاقي بقى السكشن اليمنت، تقول انا عايز اعدل في الجزئية دي، يبدأ يديك ان انت تكتب وتعدل زي ما انت عايز. خلص خالص، قول له بقى بابلش، وتبدأ بقى تشارك الموقع ده مع الأصدقاء.